تعتبر حوادث السير من أهم الأسباب التي تؤدي إلى استنزاف العنصر البشري والمادي، فهي مشكلة قديمة حديثة في الأردن، مرتبطة بشكل أساسي بوعي المواطنين وكيفية تعاملهم مع المركبة والشارع، لأن العناصر الأساسية التي تؤدي إلى وقوع الحوادث هي الإنسان والطريق والمركبة، مع أن العنصر البشري هو السبب الرئيسي في حوادث السير. الحقيقة الدولية رصدت الواقع المروري في عمان واستطلعت آراء المواطنين حول كثرة الحوادث المرورية التي سجلت رقما قياسيا على مستوى العالم، وانصبت جميعها على عدم وجود ثقافة بقواعد السير لدى السائقين والمواطنين. الأزمة المرورية أول شيء لها دور كبير، ثاني شيء إعطاء الرخصة، يعني ما فيش هالتجديد، مش شايف أنا هالتجديد في إعطاء الرخصة، يعني بسهولة أي واحد خلال شهر أو شهرين بكون مطلع الرخصة بكل سهولة يعني. فلازم يشددوا أكثر إنهم يلتزموا يعني اللي بيعطوهم الرخصة إنهم يكونوا حافظين القوانين والأولويات بشكل أكبر من هيك يعني. بالنسبة للحوادث كثرا يعني 80%. أول إشي المواطنين كأنه ما في عندهم ثقافة، تنطي الإشارة حمراء يوقفون السيارات، هم بيوقفوا مع السيارات للمشاة، ينطيهم خضرة للسيارات يمشون، المواطنين يمشوا مع السيارات. هاي أول شيء. ثاني شيء الباصات الكبيرة وين ما إجا بيوقف إن شاء الله بنص الشارع، إن شاء الله بيساوي كارثة وراه، مو مشكلة، المهم بيحمل الراكب وبنزل الراكب. ثالث شيء في شغلات الوقوف المزدوج أهم من كل شيء، يعني تفرج امشي بالشارع هذا شارع الوحدات من دوار الشرق الأوسط للبلد بده 8 مراقبين سير، كل واحد دفتره معه بإمكانه يعبي الدفتر كامل، لأنه هيهم واقفين 3 صفوف بجنب بعض، يعني مزدوج وفوق مزدوج. من الحكي إنه ما في وعي مروري، وعي من مروري تقريبا 80% ما فيه. أول حاجة فيش ثقافة مرورية، تهاون من الشرطة بالحوادث، زيادة على ذلك الشباب الله يجزيهم الخير ماخذين بحالهم مقالب، أنا شاب وخلص شطارة وشغلات زي هيك واستثناءات كمان وشغلات كثير يعني، سرعات زيادة والإنسان ما بيحسبها لقدام، يعني بلا مؤاخذة أنا إذا تعديت مثلا إشارة وهي حمراء طب شو بده يصير بعد هيك؟ أنا ما لاصت، بس شو بده يصير؟ بلكي واحد طالع بالشقة الثانية ما بده يخرب علي ويخرب عليه. هسا احنا بالوحدات لما فتنا يعني ما فيش، طلع اليمين كله مسكر، بس في مصف، في مصف يعني لو انك صفيت على اليمين. طب وين من اليمين اللي عندي؟ ما في. برايك مو اسباب الحوادث من هاي الشغلات صدقا؟ هسا لو الطريق مفتوحه مزبوط يعني بتكون من هاي الاسباب، بس احنا في الوحدات وازمه مسكر، يعني طلع قدامنا مسكر ورانا مسكر نفس الشيء. بدك تنظيم شوارع بس وثقه مروريه، التزام الناس بالسير، والله بدك تحكي يعني نسبة 60-70% جيدة، باقي بدنا تثقيف مروري، المعظم بده تثقيف مروري لأنه مش الحق على السيارات، الناس ما بتراعي، يعني معظم الناس ما بتراعي أولويات، حتى المشاة بحاول يقطع الإشارة حمراء، بحاول شو مكان المهم يقطعه، مش مشكلة السيارة شو ما يصير فيها يصير، المهم الزلمة يقطع. والله هذا بيعود يعني الحوادث المرورية كثير، يعني بصير حوادث والمواطنين، بس يعني البلد هذا آمن كويس وممتاز أحسن منه ما فيه، الحمد لله ربنا. وعي المواطن صار وعي ممتاز جدا، لأنه المرور في شوية استحامات كثير يعني، وفي شوية هيك يعني بده يكون الحوادث، سبب الحوادث السرعة الزايدة وقطع الطريق. الثقافة المرورية مطلب ضروري، وذلك لجهل الكثيرين بالحقوق والواجبات وأولويات الالتزام بالسير وحق الطريق وحق المشاة، فحوادث السير تعني أننا نفتقد بالتأكيد إلى هذه الثقافة المرورية الحقيقية. حازم السردي، الحقيقة الدولية.